الدنيا مقلوبه على السوشيال ميديا الحقيقه، وفي يعني حاجه اثارت الجدل، يعني عروسه جوزت نفسها بنفسها اثارت الجدل على السوشيال ميديا. النهارده الصبح صحينا لقينا بقت ترند طالع باسم زينه واحمد البلوجر المشهورين. زينه واحمد قرروا ان هم يحتفلوا بكتب كتابهم زي ما شايفين في الصوره، ونشروا صور وفيديوهات من الحفله، حفله الزواج. بس الغريب اللي خلاهم ترند ان زينه هي اللي كانت مأذون لكتب كتابها. زينه ظهرت في الفيديو وهي قاعده مكان المأذون والناس حواليها وبيحتفلوا بيها، وبدات في مراسم عقد القران زي المأذون الراجل بالظبط. ونشروا الفيديو اللي بيوثق الحدث ده على صفحتهم على فيسبوك، ووصلت من امبارح لحد دلوقتي اكتر من 3 مليون مشاهده. معانا على التليفون استاذ اسلام عامر نقيب المأذونين. مساء الخير يا فندم. طيب الو استاذ اسلام. الشيخ اسلام معاك. أيوة. ايمان معاك. ايمان شيخ اسلام مساء الخير والسلام عليكم. ويعني انا الحقيقه امبارح كان في جدل كبير جدا جدا، ومشاهدات للفيديو وصلت يمكن عدت ال 3 مليون مشاهده. وبعدين الناس انقسمت ما بين حد بيقول لا انه الجواز كده سليم شرعا وعرفا وكل حاجه، وناس ثانيه قالت لا ما يصحش، ازاي هي العروسه اللي تكتب الكتاب لا وكمان جوزها مأذون. فاحنا بس عايزين نقول يعني اللي حصل ده ينفع ان ست تكتب الكتاب ولا ما ينفعش؟ أولا العقد صحيح شرعا هيل. وقانونا سليم، لأن في توقيعات على وثائق أنا شفتها في الفيديو. تمام. فالعقد من الجهة القانونية سليم، وحرر له وثيقة عقد زواج. تمام. شرعا. تمام. بإيجاب وقبول شرعيين صادرين من ولي أمر الزوجة والزوج، فالعقد سليم شرعا وقانونا. ولكن يعني هو خد شكل غير معروف او متآلف في جمهورية مصر العربية. ما تعودناش على كده، او بمعنى ادق شوية، يا ريت ما فيش داعي للاستهزاء باغلظ العقود عند الله. لانهما عقدان، عقد النبوة وعقد النكاح. له وله المكانة وله الكينونة. فوجوبي علينا احترام هذا العقد، ما يكونش بالطريقه دي باي شكل من الاشكال. يعني حضرتك شايف مين اللي يعني استخف او استهزأ او كده؟ ما دام الحكايه سليمه شرعا زي ما حضرتك بتقول وقانونا، ايه المشكله في الموضوع؟ العرف بتاعنا، العرف المصري، احنا اتعودنا دايما ان احنا نشوف المأذون الى ان جاء وتم تعيين مأذونه فلا مانع ولا بأس. لانها موثقه، ده موظفه، ما فيش فيها اي حاجه وما فيش فيها ادنى ايه شك. تمام. مفيش فيها حاجة. ولكن تعودنا ان يبقى الزوج موجود، الزوجة توكل ولي امرها، ومن هو قائم على الاشهار امام الناس والقاء صيغة العقد بين الزوجين او بين الزوج ووكيل الزوجة، ما يلقب ومعروف في وسط مجتمعنا المأذون. لكن المفروض بقى علينا احنا نحترم هذا الشكل العام أمام العالم كله، لأن إحنا اللي صدرنا علم الإسلام إلى العالم كله. يعني من وجهة نظر حضرتك شيخ إسلام، إيه اللي كان المفروض يتعمل وما تعملش؟ أو يعني إيه المفروض يبقى في راجل اسمه مأذون؟ أيوه. أو أحد العلماء أو أحد الأئمة، مش العروسة هي اللي تقعد. طب هو العريس يا فندم هو الشيخ أحمد إبراهيم هو نفسه مأذون، لو هو نفسه اللي كان كتب الكتاب كان تمشي؟ لا يجوز قانونا. لا يجوز قانونا. له ولأولاده. ليه لا يجوز للمأذون؟ يعني لو هو مأذون لا يجوز إن هو يكتب كتابه بنفسه. ما يجوزش نفسه بنفسه. ليه يا فندم؟ لازم مأذون زميل، لان فيها شكوك. اتفق على جمله صداء 10000 جنيه وراح كاتب 1000. ايوه وجهه نظر. تعارض مصالح زي ما بيقولوا مثلا احيانا. ايوه بتتعارض. طيب. معاه، فما ينفعش يبقى احد الزملاء هو اللي يقوم باتمام عقد الزواج. دي نمره واحد. انا لسه شايف الفيديو من 10 دقائق تقريبا. وما تاكدتش ان كان ده مأذون من عدمه على فكره. طب هي العروسه لو دراستها شرعيه او درست في الازهر او كده، هي ينفع بشروط معينه ان هي بتعمل كده فعلا تكتب كتب كتاب نفسها؟ هو مش تم تعيينها مأذونا بحكم محكمه وقانون؟ هي مش مأذونه. انا هفترض يبقى هي مش مأذونه. جاز للست او الانثى ان هي تكون مأذونه ولا ما جازش؟ جاز ان هي تكون مأذونه لانها مترجمه للشرع.
صحيح. بتقول ان فلان الفلاني اتجوز فلانة الفلانية وبناء عليه هي موثقة وتحرر وثيقة بهذا العقد. يعني موظفة، يعني زي ما حضرتك تفضلت. بالظبط، بتقوم بدورها وبشغلها. حضرتك زي اي حد، مفيش فيها ادنى شيء. لكن التعارف او المعروف في مصر بالذات، ان احنا ادينا الشكل للعقد بتاع الزواج شكل جميل وحلو، فيا ريت ما نغيرهوش. يا ريت ما نغيرهوش. يعني حضرتك بتشوف ان الشكل اللي حصل ده العقد سليم شرعا، تمام، وقانونا سليم. ايوه، بس فكره المتعارف عليه او العرف هنا مش كده؟ بس هي بالشكل بس، مش اكتر وإن من كان احد الطرفين ماذون فلا يجوز له ان هو يكتب كتابه بنفسه ولا لاولاده، نفسه او احد ابنائه، او ابنائه ولا ابنائه كمان، حد ولا أبنائه. زميل، لان انا رايح اكتب كتاب كتاب ابني هيقولوا مؤخر مليون جنيه وانا كتبته 10,000 جنيه، يبقى ضيعت حقوق. صحيح. ولذلك كان من قرار وزير العدل ان احنا الماذون لا لي ولا لاولاده. شكرا سيادتك استاذ اسلام عامر نقيب الماذونين، وتشرفنا وعرفنا معلومات جديده.